عام بعد عام تشهد مدينة نيويورك زيادة في أعداد الحيتان الحدباء التي أصبحت أحد مشاهد المدينة السياحية، مثلها مثل تمثال الحرية. في العام الماضي رصدنا وجود 300 حوت مقابل 3 في 2011. هذه الأرقام تؤكد أن نيويورك ستستقبل المزيد والمزيد من الحيتان خلال السنوات القادمة. ويرى مراقبون أن الطفرة في أعداد الحيتان تعود إلى تحسن جودة المياه في المدينة، مما أدى إلى تضاعف الطحالب والعوالق الحيوانية التي يتغذى عليها هذا النوع. نهر هيدسون أكثر نظافة مما كان عليه في الماضي، وبالتالي فهو يخرج المواد الغذائية بدلا من الملوثات، مما يغذي العوالق الحيوانية والنباتية، ويرجع ذلك إلى التشريعات التي حدثت في السبعينيات مثل قانون الهواء النظيف وقانون المياه النظيفة وقانون حماية الثدييات البحرية. لكن وجود الحيتان بالقرب من ميناء مدينة نيويورك يشكل خطرا عليها، والذي يعد من أكثر طرق الشحن ازدحاما، وهو ما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة منها على شواطئ ومياه ساحل المحيط الأطلسي بسبب اصطدامهم بسفن الشحن. تختلط هذه الحيوانات البرية الكبيرة الآن مع مدينة ضخمة لديها احتياجات هائلة، فالميناء يوجد به الكثير من سفن الشحن، ولذلك أود أن أحث على مواصلة الاستثمار في الأشخاص الذين يمكنهم المساعدة في هذه الحالات. ويطالب خبراء البيئة بتطبيق قوانين جديدة على السفن لحماية الحيتان في المناطق التي تتغذى وتسافر فيها.